رغم الحظر الجوي، الطائر الأخضر يوصل أسود الرافدين إلى إسبانيا بسبب فيديو على تيك توك يبعث سوري من الكويت والتهمة عبث واستهزاء بالعملة المحلية. قارب على شكل كمان تخليدا لضحايا كورونا. والمزيد في هذه الحلقة من نيو تريندينج، ابقوا معنا. أهلا بكم. من العراق نبدأ مع اختيار شركة كورك للاتصالات النجمة العراقية رحمة رياض وجها إعلانيا لها. كاك مازن المدير التنفيذي للشركة في أربيل أعلن على أن العقد سيستمر لمدة عام ويتضمن تصوير إعلان تلفزيوني إضافة إلى إعلانات السوشيال ميديا. الإعلان تم بحفل في مدينة أربيل وسط حضور إعلامي. والملفت أن شركة كورك للاتصالات لم تتعاقد قبل مع أي فنان لتكون رحمة الوجه الإعلاني الأول لهم. قررنا أحسن وجه للشركة الفنانة رحمة. مثل ما تعرفون أخت رحمة هي فنانة مو بس معروفة بالعراق، بالعالم كله. يعني شركة عراقية بحتة، الملاك والمدراء عراقيين، والوجه الإعلاني لشركة كورك عراقية أبا عن جد، فهذا شيء بصراحة نفتخر به. يعني إن شاء الله تكون، إن شاء الله يكون خير يا رب. كل التوفيق لكم وشكرا يو تي في. Thank you. مبروك للنجمة رحمة رياض ومزيد من العطاء لشركة كورك، وهي تقدم الأفضل لمشتركيها دوما. من هذا الخبر إلى خبر آخر مشاهدينا، عن وصول المنتخب الوطني إلى إسبانيا للدخول في معسكر تدريبي تحضيرا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022. وصول المنتخب إلى إسبانيا يأتي رغم الحظر المفروض على الطيران العراقي في أوروبا، إلا أنه بفضل جهود استثنائية باستحصال الفيزا بأقل من أسبوع من قبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، تمكن منتخبنا الوطني من الطيران عبر الخطوط الجوية العراقية بطائرة خاصة إلى إسبانيا. كما حرص الكابتن عدنان درجال على توفير أفضل معسكر تدريبي في تاريخ منتخباتنا الوطنية. وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ثمن الجهود الكبيرة للسيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في دعم وإسناد بعثة منتخبنا الوطني بكرة القدم وتذليل جميع الصعوبات أمامهم للدخول في معسكرهم التدريبي بمدينة ملقا الإسبانية. مشاهدينا، من هذا الفيديو وهذا الموضوع إلى صور انتشرت عبر الفيسبوك لسيدة مسلمة تؤدي صلاة المغرب داخل كنيسة، كنيسة أم الأحزان في ميسان. وبحسب ما ذكر شهود عيان بالقرب من الكنيسة أن المرأة جاءت، هذه هي صورة المرأة، هذه المرأة جاءت برفقة مجموعة من أقربائها من النساء لزيارة الكنيسة، وعند سماعها أذان المغرب بادرت إلى الوضوء والصلاة. راعي الكنيسة جلال دانيال علق على ذلك قائلا أن الكنيسة مفتوحة أمام الجميع من أبناء المحافظة، وهي بيت من بيوت الله تؤدى فيها جميع الطقوس الدينية لكافة الأديان، وأن أكثر زيارات الكنيسة من الأخوة المسلمين، وليس بالجديد أن نرى من يؤدي صلاة فيها. وأن دل هذا على شيء يدل على زيادة لحمة وتواصل أبناء المحافظة من مختلف أديانهم وعقائدهم. هذا التسامح وهذه الصورة أثارت الإعجاب لدى المعلقين على فيسبوك. أبو الياس كتب يقول:
من أجمل الصور التي رأيتها في حياتي، فيها يجسد الإنسان الذي يعرف الله حق معرفة. أما وسام فكتب يقول: موضوع عادي جدا لا غرابة فيه، لذلك لن أعبر عن شكري لإخوتنا المسيحيين على هذه النظرة الواقعية الإيجابية، فهي ليست جديدة في قاموس وصولهم أو تعاملهم الإنساني، فالشكر الحالي سيكون قشريا أمام تعابير خلقية مميزة متجذرة منذ آلاف السنين. أما أحمد فكتب أيضا قائلا: هذا هو العراق وأهل الأصلاء، لعن الله من زرع بينهم الفتن من السابقين واللاحقين وفرق بين أوصال هذا البلد وشعبه. أغلب التعليقات كانت تمدح هذا التصرف. من هذه الصورة مشاهدينا ننتقل إلى فيديو منتشر من قضاء دجيل لطالب في ثالث متوسط قام بتكسير سيارة مدير المركز الامتحاني لعدم السماح له بالغش. إلى سيد وزير التربية المحترم وإلى سيد مدير عام تربية صلاح الدين، هاي ضريبة العمل اللي يرضي رب العالمين. هاي سيارة لأحد مدراء المراكز في قسم تربية الدجيل، مدير مركز مجرد ما اشتغل وفق الأنظمة والقوانين كانت هاي ضريبة العمل مالته، سورنتو سيارته 2020. أحد الطلاب في داخل المركز الامتحاني قام بعملية تخريب هذه السيارة. شنو ذنب هذا المدير؟ ما العلم سيارته سورنتو 2020 إذا ما نزلت لها هسه من قيمتها أقل شيء 10 أوراق، 10 أوراق يعني 1.5 مليون، وإذا يريد يصلح أقل شيء 3 أوراق 4. هذا واقع حال التعليم. وإلى فيديو منتشر يوضح مدى المعاناة اللي يعاني منها حاليا العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية اللتوانية وسط استمرار منع البلدين إدخال. اليوم هو يوم الاثنين 9/8 وهذا الحال مال العوائل والناس بينا، قلت لكم أطفال كبار السن ولا مي ولا شرب، وهذا اليوم الثالث. احنا الان على حدود البيلاروسية الليتوانية، بس من الجانب الليتواني الجيش من طرفين محاصرنا وما قاعد يخلينا نعبر، وهاي الاطفال كلها تبكي من الجوع وقاعد تتلوى. هذه كانت ابرز المواضيع اللي تم تداولها في فيسبوك عراقيا. والان الى موضوع اخر من الكويت، حيث ابعدت وزارة الداخلية الكويتية شابا سوريا بسبب ظهوره في مقطع فيديو على تيك توك وهو يجلس امام مبلغ مالي كبير من العملة الكويتية. وكانت إدارة الجرائم الإلكترونية ألقت القبض على المقيم السوري قبل أسابيع بعد تداول مقطع فيديو له، اعتبر البعض عبث واستهزاء بالعملة المحلية. للعن أبوك يا فلوس غيرت الغالي، للعن أبوك يا فلوس غيرت الغالي. لمتى أنت أنظف بروحي؟ متى أتزوج أنا ومرت تسوي لي كل شيء؟ كله أنظف بروحي، كله أشتغل بروحي، ما في أحد يساعدني، كل هذا وصخ، شلون أشيل أنا الحين؟ بعدين لازم أتزوج، تعبت والله. كل شهر على هذا الحال، كل شهر على هذا الحال، لازم كل مرة أنظف كذي، كل شهر يزيد الوصخ. ما أدري الوصخ من وين قاعدش، ما أدري. يلا، الحمد لله، لنا الجنة بالآخر إن شاء الله. أحسن من غيري، والحمد لله، الحمد لله على كل حال أحسن من غيري. هذا الشاب وبعد اعتقاله قال أنه ينتمي إلى عائلة فقيرة وأن الأموال اللي كانت بحوزته هي حصيلة إيجارات إحدى العمارات اللي يعمل فيها وليست له، وأنه قام بهذا الفيديو للمزاح فقط. ورغم عدم توجيه تهمة رسمية إلى هذا الشاب من قبل النيابة العامة، إلا أن وزارة الداخلية قررت إبعاده إلى دمشق وفق قانون الإبعاد الإداري اللي يعطي وزير الداخلية أو من ينوب عنه الحق في إبعاد أي وافد دون حكم قضائي إذا رأى في ذلك حماية للبلاد وأمنها. هذا مشاهدينا الموضوع كان متصدر للترند في الكويت وعدد من دول الخليج. للمزيد من أخبار السوشيال ميديا تابعونا بعد الفاصل.
اهلا بكم من جديد في يو تريندينج. نكمل حلقتنا مع ابرز الاخبار والفيديوهات اللي تم تداولها عالميا، ونبدا من طوكيو وتحديدا من الاولمبياد ومقطع فيديو لعداء الماراثون الفرنسي مورهاد امادوني، واللي وصفته الصحف بانه اكثر شخص لئيم في الاولمبياد. امادوني قام باسقاط جميع علب الماء عمدا، واخذ اخر علبه حتى لا يشرب المتسابقين خلفه ليشعروا بالتعب والعطش وتقل فرص فوزهم. شاهدوا معي. Zeer attent op de vierde plek en ook Nekeje, weliswaar wat verder achter in de groep. Maar ja, zo groot is die groep niet meer. En ook nog altijd mooi mee. Zeer attent op de vierde plek en ook Nekeje, weliswaar wat verder achter in de groep. Maar ja, zo groot is die groep niet meer. En ook nog altijd mooi mee. أمادوني ورغم محاولة اللئيمة إلا أنه لم يفوز لا بالمركز الأول ولا الثاني ولا الثالث، بل كان ترتيبه المركز 17. من هذا الفيديو من طوكيو إلى ولاية مينيسوتا الأمريكية، حيث وثقت كاميرا مراقبة من أحد البيوت لحظة سقوط طائرة ذات محرك واحد مسببة حريقا ودمارا لأحد المنازل. جميع من كان في الطائرة ماتوا على الفور ولا يعرف عددهم حتى الآن، والتحقيق جارا في الحادثة. إلى محافظة موغلا في تركيا، وفيديو تم تصويره للحظات الأولى اللي اشتعلت فيها النيران في الغابات. هذا الفيديو نشرته منظمة الإغاثة التركية IHA على حسابها في انستغرام، وهو بتقنية التايم لابس. مشاهدينا مع فيديو طريف لمسافر مخمور في مطار موسكو يحاول المشي على خط سير الحقائب، لنشاهد ما حصل. إلى عشاق الوجبات السريعة وتحديدا البرجر، حيث رفع أمريكي مهووس بتناول شطار البرجر من رقم القياسي في أكل وجبات بيج ماك ليصل إلى 32,340 ساندويش التهمها منذ عام 1972 بحسب ما قالت موسوعة غينيس العالمية. دونالد جورسيك حمل الرقم العالمي لأول مرة في حياته عام 1999 لأكثر شخص استهلك شطائر البرجر من سلسلة مطاعم ماكدونالدز للوجبات الجاهزة ببلوغ التهام 30,000 ساندويش بوقتها. ويحتفظ صاحب الرقم القياسي بإيصالات طلباته منذ 17 مايو 1972، وكان وقتها يلتهم ما يصل إلى 9 سندويشات في اليوم. ولا يقاوم جورسيك رغبته اليومية في تناول وجبة بيج ماك
اللي يعتبرها ألذ وجبة طعام في العالم. أما زوجته ماري فتقول لم يخبرني بهوس بشطائر البرجر عندما التقيت للمرة الأولى، لكن لم يشكل الأمر هاجسا بيننا وقد ظل يتناولها كل يوم وكنت أحضرها له في بعض الأحيان. الغريب أن هذا الكم الهائل من الوجبات الجاهزة لم يصب الرجل بمشاكل صحية، يؤكد أن آخر فحوصات طبية تشير إلى انخفاض مستوى الكوليسترول لديه وأي شيء بضغط دم طبيعي. يقول أيضا جورسيك البالغ من العمر 64 عام أنه يحافظ على صحته بالحرص على خلو وجباته من البطاطس المقلية بالزيت والمشي لمسافات طويلة كل يوم. من هذا الموضوع مشاهدينا إلى إيطاليا، حيث ابتكر الفنان الإيطالي ليفيو دي مارشي قاربا على شكل كمان ضخم طافة على الماء يتم العزف عليه وتنظيم حفلات التأبين تكريما لضحايا كورونا. مارشي المعروف باسم نجار البندقية صنع القارب الضخم الذي أطلق عليه لقب كمان نوح على غرار سفينة نوح لتخليص ضحايا فيروس كورونا. القارب بطول 12 متر وعرض 4 أمتار وسيحمل على متنه فرقة موسيقية تعزف للمارة وسكان المدينة مقطوعات كلاسيكية أثناء إبحارها يوميا في القناة الكبرى. وتطلب إنزال هذا القارب في الماء تثبيت شريطين كبيرين في كل من طرفيه على أنغام الموسيقى وأناشيد البحارة التقليدية. على الرغم من اكتمال تصنيع القارب ووضعه في الماء إلا أنه سيتم تدشينه رسميا في سبتمبر المقبل، يقوم برحلات بحرية منتظمة لجذب السياح وأهالي المدينة مستوحى من الأجواء الشاعرية لفينيسيا. من إيطاليا وهذا الموضوع مشاهدينا إلى عالم السيارات، وفي طريقة فريدة لإطلاق النسخة الهجينة ذات الإضافة الكهربائية لشركة فورد في أوروبا واللي تستعد لإطلاقها أواخر الشهر الجاري. ومن أجل التعريف بالسيارة قامت فورد بوضعها فوق أعلى برج تسلق قائم بذاته على وجه الأرض. البرج يقع في مدينة ليلاساند في جنوب النرويج ويبلغ ارتفاعه 47 متر وتم افتتاحه قبل ما يقارب الشهرين وبالإمكان رؤيته من مناطق بعيدة. وقدمت فورد أوروبا جائزة مميزة لأسرع المتنافسين في تسلق البرج ضمن مسار خاص قامت الشركة بتحديده، وكانت الجائزة عبارة عن عقد إيجار للسيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات لمدة عامين. أما عن سبب اختيار هذه الطريقة للكشف عن السيارة فقال مدير فورد في أوروبا دان جونز كان هدفنا من استكشاف مرتفعات جديدة هو